شو هاي الجامعة اللي عم تشرفيني فيها شمال ويمين؟ أنا على برنامج محاضراتي، أنا أبري. إيه هاي قعدت شو طلع معي؟ بيطلع بلي! احكي معي مثل عالم والناس! لعمى! يعني حرام نروح الجامعة شي يوم نحن رايقين، لازم كل يوم نوشح ما؟ محاضرتك الساعة 12 وهلا الساعة 8 ونص، بتقدري تقولي لي وين بدك تقضي هالأربع ساعات؟ يا حبيبتي يا الجامعة مو بس محاضرات، في زملاء في زميلات بنشوفهم وبنقعد نتسلم. لا تأخذيني، آسفة، الله يخليكي لا تأخذيني، ماني عارفانة إنه الجامعات صارت للتسلاية. بعدين مو هاد موضوعنا. فهميني لشوف مين هاد بسيم؟ صوت قايلت لك ألف مرة، واحد رفيق بالجامعة. وطي صوتك وليه؟ واحكي معي منيح. قومي قومي اكتبي لي اسمه الثلاثي. ليش بقى؟ هي مرأة مزاج، قومي اعملي اللي عم اقول لك عليه. لعمى وكيف السجن هالايام؟ الحمد لله ماشي الحال مثل ما هو. وكيف الضابط الجديد؟ ملازم اول ماجد دمع. والله والنعم والله دمع. منين تعرفه؟ من حارتي ولو جيران الباب على الباب. والله والنعم منك. يلا ابو حسام ما بتخلصي القهوه تبعك الا بتكون كل المعلومات قدامك. احترام سيدي. ابن حلال شو صار معك وفي؟ والله يا سيدي ما بعرف شو بدي اقول لك. شو في وفي؟ سيدي هذا الاسم اللي اعطيتني اياه لواحد متوفي من اربع سنين. شو؟ متوفي؟ خلص ما خلص حاجة تستغل الموقف تقطع تكسر تعليم الجامعات. تعدمين انا عم كسر بعطي على الجامعات ما هي الحقيقة. هلا كم طالب وطالبة جامعة فيه؟ كثير. بس تخرجوا كلهم رح يلاقوا وظائف عم يستناهم. ولا واحد من شو بقى؟ أعطيتيها اسم كثير هيك. شو هالدوام هاد؟ امبارح اي ساعة اجيت بالليل؟ بس الراتب محيص اسألي؟ ولو حسيت كم ساعة الدوام؟ دوام على الدوام بفرق، هلا انت عم بتداومي وعم بتناومي وما عم تاخذي نص الراتب اللي عم ياخذه، هذا غير الشوفات اللي بتبكي اللي عم تشوف فيها بالسجن، مو مثلك، ما عم شوف غير الاكابر والسيارات الفخمة. جبنا امي؟ معقول؟ اكيد في اكل. لك حاج بقى لسه كل ما بسأل سؤال بنط الجواب من تمية. شو الجواب على راس لساني؟ خلص بيقول يا سعادة الواسطة، يعني يا سعادة الأمر ولا إيه؟ أنا واسطة ما واسطة؟ أنت عم تشتغل بشهادتك ولا لا؟ خلص يا سعادة. يعني أكيد أمك بتعرف شو الجواب؟ والله اللي بعرفه إنه لسانك ما عم تفوت لحلقك. شو بدك أمي؟ ليش هيك صايرة ما عم تحكي؟ بعدين أنا قدامي عم بحكي، أنت أمي وهذا أخي. لك يا أمي مو القصة شو عم تحكي؟ القصة اللي انا عم بسأل عن كلامي وشو عم بتقول؟ ما شاء الله حوله شب صار يقبض راتب ويعد ملايين كل يوم، يعني بيعرف يجاوب ويطمني. ولا هاد حرام؟ لا حبيبتي شو حرام بتعمل؟ انا عم بدور على شيء بعدين بفتح عيد الضهر ما في شيء، بس شو عم بيعطي لي الضهر؟ شو صار لك تلبكتي؟ شرفي مين هن رفقاتك بالجامعة؟ شو هالسؤال يا حسام؟ يعني تحقيق؟ لا لهجتك بالحكي عن المصاري والمصروف جديدة على بيتنا.
ما أنا متعودين عليها. أنت عم تشوفي محبيس، أما أنا عم روح الجامعة. شيء طبيعي إنه شوف الناس كيف عايشة وكيف عم تاكل وكيف عم تشرب. حسنا، أنا عم بسألك سؤال محدد بدك تجاوبيني عليه. مين هن رفقاتك بهالأيام؟ يي أمي شبنا، معقولة لك الأسماء الطالبات والطلاب الجامعة؟ لا، ليش طلاب وطالبات الجامعة كلهم رفقاتي؟ لا بس منعود مع بعض، يعني هلأ أنت كل المستجين بالسجن رفقاتي؟ شو؟ ولا شيء، بس ما شاء الله حولي العين ريتا ما تطرق. كل يوم عم بكتشف إنه لسانك عم ينقطك عسل، عم يطلع منه تفتيك يا عين. هو بذاته بشحمه ولحمه. عن جد ماني مصدقة، يعني أنا رح تصير صديقة واحد مهم؟ لك أنا لسه ما شفت شيء، رح أحقق على كل مسؤول أتقل من الثاني. يسلم لي تقيل أنا. يلا قولي. حسنا. ياكي مو هلأ إذا تعرفتي عليه خلاص. شلون يعني؟ يعني صادت معي كذا مرة مع كذا واحدة، أنت بس بتوصل. باي باي. أنا؟ أعوذ بالله، حبيبي أنا ما ببدلك كل مسؤولين البلد كله. صدقتك. أهلين فيك، بعلمي عندك مشوار مو هيك؟ بلا بلا عندي مشوار. مشوار مش بعدين انت مع الاستاذ فواز. لا مش لازم معلمي. سلام. أهلين بالقمر. أهلين فيك. أنا عم استناكي، ما طلب شيء. شو بتحبي تاكلي؟ كرسون؟